تعالوا بينا كده دلوقتي نروح نتابع تقرير عن معرض عيد الشرطة اللي نظمته وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة السبعين، والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة السبعين، نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة 2022 بأكاديمية الشرطة بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة وإعلاميين وصحفيين ورياضيين وأسر الشهداء وضباط من أوفوا العطاء، إضافة إلى قيادات وممثلي قطاعات وزارة الداخلية. يا بلدي فاكر مش نسيلك الجميل، فرق عليا ولو عملت عشانك إيه، تستاهلي اللي وقفت جنب كل خير. بشكر السيد الرئيس والسيد وزير الداخلية على تهم بأسر الشهداء، ودايما ما بينسوناش في كل المناسبات. ما أحس إن أنا فزت ولادي وإن أنا ما فقدتش ابني، كلهم ولادي وكلهم بيسألوا علينا، والوزارة ما يعني ما بتسيبناش في أي مناسبة الصراحة، بيفتكرونا في كل المناسبات. وليا شرف وفرحة كبيرة قوي إني أبقى موجود في وسط ولاد بلدي اللي مسؤولين عن حمايتنا. ألف مبروك على العرس الجميل والاحتفالية الجميلة بعيد الشرطة، وكلنا لازم فعلا نحتفل ونساعد رجال الشرطة زي ما هم بيساعدونا وتعبانين معنا. قدمت للحضور عروض متنوعة منها ميدان الجبال والفروسية وعروض الكلابة، فضلا عن العروض الموسيقية. اصطفت في أرض طابور العرض المركبات والأجهزة والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الشرطية المتنوعة. على حسن الاستقبال وعلى العرض الرائع اللي اتعمل، حاجه مميزه جدا لاي حد، واي حد يتمنى انه يبقى موجود. السيارات الحديثه لقطاع الاحوال المدنيه التي تعمل كمراكز تكنولوجيه متنقله كانت حاضره في المعرض بتجهيزاتها المتطوره لاستخراج الاوراق الثبوتيه للمواطنين، حيث تدعم تلك السيارات خدمات الاحوال المدنيه في اي مكان على مستوى الجمهوريه خاصه المدن الجديده. كما ضم المعرض سيارات منافذ أمان لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، ومعرض لمنتجات قطاع الحماية المجتمعية الذي يضم منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. أجواء احتفالية سادت المعرض، حيث اعتلى الحضور مركبات الشرطة وشاهدوا التكنولوجيا المتطورة وتبادلوا الأحاديث مع رجال الشرطة وأثنوا على جهودهم وتضحياتهم لحفظ الأمن والاستقرار، كما التقطوا الصور التذكارية معهم. تحيا مصر عقيدة بها مؤمنين، تحيا مصر وفي على مر الزمان، شعبك يعيش كريم ويحس بأمان. وكلنا فرحانين، احنا جينا أكاديمية الشرطة ولعبنا وبسطنا كلنا مع الضباط. اتصورت مع الضباط، اتصورت معاهم وركبت الموتوسيكل وركبت العربيات، وكنت انا فرحان قوي يعني النهارده. مبسوطين جدا، كان يوم جميل قوي النهارده. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وهم طيبين، وبنحترمهم جدا وبنحبهم جدا، ويا رب يقويهم على المجهود الكبير اللي هم بيعملوه. الحفله نفسها مبهجه للناس، وبتبين قد ايه الشرطه بتعمل مجهود وبتحاول تتواصل مع كل فئات المجتمع. كنا على العهد وقفنا بثبات، علشان بلدنا احنا نعمل معجزات. بلدنا دي اللي لينا واغلى حاجه فينا، تندهنا بتلاقينا. ويعكس عرض التكنولوجيا الأمنية مدى التطور المتواصل الذي تشهده قطاعات وزارة الداخلية لتلبية متطلبات العمل الأمني بما يواكب تطلعات وآمال المواطنين في وطن آمن وخدمة حضارية. طيبين وتحيا مصر. كل سنه وانتم طيبين وتحيا مصر. احنا في
شاطرين جدا وسهل التعبير. كل سنة وكل الشرطة طيبة، كريم حلوة قوي قوي.